بعض العلماء فهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الموسيقى، وذلك من قوله: سيأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والقيان والمعازف، أخرجه البخاري. ولكن ابن حزم يقول إن هذا لا يعني حرمة المعازف، وذلك أن النبي يتكلم عن الهيئة الاجتماعية، عن الفساد الذي قد يصاحب بعض الفنانين أو بعض من اشتغل بهذا العزف أو بهذه المعازف. الحرة هو الزنا والعياذ بالله، والحريرة والقيانة الغناء والمعازف، يعني كأنه يتكلم عما نسميه بالليلة الحمراء أو ليلة الأنس أو نحو هذا الذي يشتمل على حرام. هل هذا معناه أن كل ما ذكره النبي هو حرام ومكون الحرام؟ لا، لأن الاقتران ليس بحجة عندنا، والاقتران هو أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يذكر شيئا معه، وإذا كان الأول مكروها أو حراما يكون الثاني مكروها أو حراما، أو لو كان واجبا يكون واجبا. أبدا، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، وهو واجب، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهي مسائل مندوبة. ولذلك فالواجب ذكر مع المندوب، وهنا الاقتران ليس بحجة. وعلى ذلك فليس هناك في الحديث نص، بل هناك احتمال. ولذلك رأينا عبد الغني النابلسي والإمام الغزالي وابن القيصراني وابن حزم يقولون إن الموسيقى صوت، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والموسيقى فطرت عليها الفطر وتوجهت إليها النفوس، ولذلك فحسنها حيث لا ضجيج وحيث تطرب به النفس فحسن، وقبيحها حيث تضطرب منه النفس قبيح.